كيرز، انا ندير باج هذه تاع حقوق ماشي تاع تفسيرات. انا راني باغي نهضر على الناحيه العسكريه الثانيه اللي راها حابسه، اللي راها حابسه سيبو، حبست لواحد الدرجه وين ما بقاش يتقبلها العقل. احنا اعوذ بالله من كلمه، انا راني درت ذا الباجا بين لمد المناضلين تاع الغرب تاع الناحيه العسكريه الثانيه، ونحترم واحتراماتي راهم معاتنا خوتنا من بشار، من سوق هراس، من عنابه، من باتنا، من الجزائر، من بليده. يا خويا مرحبا بكم على راسي وعيني. دقيقه باي باي سي سليم خويا، كاع الناس اللي راهم يسقسوا علينا ولا مرحبا بك، ولكن انا راني داير الباجا على الناحيه العسكريه الثانيه، باغي نلمد المناضلين تاع الناحيه العسكريه الثانيه، والحاجه اللي نديرها نتحمل مسؤوليتها انا، اعوذ بالله من كلمه انا، نتحمل مسؤوليتها انا، اعوذ بالله من كلمه انا. يا خويا المرسوم خرج، يا خويا الملفات تبعناهم، يا خويا الخبره الطبيه ما راهاش كاينه، ما راهاش كاينه في الناحيه الثانيه، رقدت ماتت. زاد الكولونيل اللي حاكم الملف تاع المشطوبين راه مريض، ندعو له الشفاء من هذا المنبر، الله يشافيه لوليداته، ولكن ماشي هو يمرض راه كلشي يحبس، لازم كاين انتيريمار يكمل الخدمه، ما كاش منها كاع حتى يحبس، هذه باش يحبس ما كاش منها. صح سي شخار الله يحفظك. دروك لازم لنا وقفه، انا على المباشر نهضرها، انا ما نهضر ما لا خاطر لا لبد، لازم لنا وقفه في الناحيه الثانيه. واللي راه يقول ما كاش لي فيكتيف يا خويا، رانا هنا حنا باين نسعوا لها، وحنا نجروا لها على المنسقين الولائيين الشرفاء يعيطونا نتفاهموا معانا، نديروا مؤتمر جهوي، نقروا الخرجة ونخرجوا. مش ولا ما يديروناش كيما العام اللي فات، غير ما يديروناش كيما العام اللي فات، والعوا واي حاجة نتحملها انا، ما كانش اللي يتحملها. دقيقة برك، باي باي عمور. هذا الشيء نتحمله انا، اعوذ بالله من كلمه انا، لان الحقوق تسحق نضال، والنضال عنده تضحيات، وحنا مستعدين باش نضحوا، مستعد باش نضحي، خاطر اليوم وصل كما بلغ السيل الزوبه، بلغ السيل الزوبه. ما تكذب عليا ما نكذب عليك، انا الراسل ونهضر بالمباشر، ونسيتي لينو مالغري خوتنا وكاع ومشطوبين. خوتنا المشطوبين يكونوا قد المسؤوليه تاعهم، دقيقه ايس باي باي. لسوسي الناحيه الثانيه نهضر معكم باش توقفوا معانا، باش نوقفوا على حقنا، ونوقفوا على ليس اللي راهم يجوا ما يتمشوش، باش تجيب حقك، ماشي مجمع في دارك والناس تروح تخدم بيك في دال ابراهيم، وتروح تقضي صوالحها وانت هنا راقد وتستنى يعيطولك. ربي يحفظك سي محمد مقدم ونص بشار، سي خليفة الله يحفظك تاني خويا. لكن وماذا بيا، وماذا بيا كل ناس تاع نواحي يديروا نفس الحذو، انا هذا عيسى، وهذا لجنة الحوار، وهذا كسمو هذاك سليمان، والصقر الغليزاني. الصقر الغليزاني راك في راسك شك تهضر، راك في راسك شراك تقول خويا؟ لا ماشي كيما هكا خويا، نحترمك بصح ما ديباسيش حقك. وزارة الدفاع سيبو عطاتها لك،
خويا سالم ربي يوفقني بفضلكم انتوما وفضل الرجال الشرفاء. انا راني باني خارج لها على المباشر باسكو ساي معيت نشوف لقيت الامور ما تخرجش بلا امور. هذه ما كانش ما تديش حقك ودير حسابكم المناضلين تاع لادو دير حسابك وكاع تاع على مستوى القطر الوطني بلي البياج اللي داروه لنا هذا يا الرب كل نهار يفوت خاسر يعني كل شهر خاسر من 2020 ل 2023 دير حسابك كل شهر عندك كل عام عندك 48 مليون هي دير حسابك شهرك خاسر يا هل ترى هذا اللي راه يقول على الوطنيه مهما كانت درجه المسؤوليه تاعها مهما كان درجة المسؤولية تاعها ومهما كان درجة المسؤولية تاعها ثلاث خطرات نعاودها يا التار قلع عليها لابي وقلع عليها الامتيازات وقول له يقول أنا وطني ويقول له يعيش عيش عيشة كما تعيشها أنت ما يخافوش الله ما عاملونا لا بالإنسانية لا بالوطنية ما عاملوناش بالإنسانية وما عاملوناش بالوطنية والله ما حاسبين علينا ورانا كاع والله ما حاسبينها وكان جاو حاسبين علينا وكان داز زمان ملي خلصنا نهار اللي بغاو يرجلوا البطالين رجلهم في شهرين رجلوا البطالين لما تقول لي اعتصام كل واحد يدبر راسه في الناحيه تاعه ما تقول لي لا اعتصام لا والو انا ما نزيدش ندير لامان في اي انسان الكونفيونس نديرها غير في روحي ما نديرها حتى في انسان والله العظيم ما ندير واحد فيه لامان ما نديرش لامان ما كانش لامان ما 2020 من بعد يقول لك روحوا لفلان ما تخافش الله يا ولد الخبيث ما تخافش الله وبعد يقول لك انا بلا بيا والله ما ديروا حاجه والاخر يقول لك بلا بينا والله ما ديروا حاجه على انت شكون انت شكون انت كل واحد مسؤول ما زراني فيها اضرب على حقك كل شهر يفوت انت خاسره كل شهر فايت انت خاسره كل نهار فات انت خاسره عندها شنو حيه يروح يوقف فيها ما يجيش انا ياكل لي يجي نمشي وليسونس والبناوات والمصروف في الجيب خويا وهران غير قريبه الغرب كاع قريب لها وهران البليده غير قريبه كاع لا بريمير قسنطينة قريبة كاع للشرق ورقلة قريبة للجنوب الشرقي بشار قريبة للجنوب الغربي كل واحد يلتف في اللي حداه كاين مسؤولين وكاين إطارات وكاين قيادة في هذه النواحي هي لانتيريم تاع وزارة الدفاع مانيش جاي هنا يا تغلط تسلك مانيش جاي هنا نفسر لك في الكلام أنا جاي نقول لك هضر على حقك ولي باغي يخرج في الناحيه تاعه ما تقولي لا العاصمه لهم يحزنون كل انسان يتحمل المسؤوليه تاعه كل انسان عنده الحق باش يهضر على روحه واللي راه يستنى يهضروا عليه يستنى يهضروا عليه ما كاش لي يهضر عليك روح جيب حقك هذه هي الامور اللي رانا نهضروا فيها وهذه هي الامور اللي الفاصل خويا كمل اول نوفمبر كملت القمه العربيه سيبو بقى النضال وبقى الاخر وما كان حتى واحد يتزايد علينا على النضال وما كانش اللي يتزايد علينا بالوطنيه وما كانش اللي يقول لك انا انت ما تبغيش بلادك ولا ما كانش من هذه كاع ما كانش منها وطنيين حتى النخاع ونعرف الوطنيه ونعرف النضال اعطيني حقي خويا روح نكذب داري الناس ماتت وما درتش حقها بسبت واش بسبتكم انتوما مجمعين في دياركم والهضره اللي هضرتها مشرك الفم الربيع انا هضرتها وقلت لك باللي 92 2002 قلت لك راني نقول فيها باش تهضروا على ارواحكم وراني معاكم نوقف مع خوتي انا تاني
ما تقولش تكتب لي في لي ميساج تاعك تاع عمي. ما كاش عمي هذه. انا نقول لك نوض هضر على روحك تكتب لي عمي شكاين عمي. انا نهضر على الناحيه الثانيه، شاء من شاء وابى من ابى. كي نبغي نروح للجزائر نهار كنا نروحوا للجزائر ما كنتش نطبطب عليك في الدار ونقول لك روح تروح معايا، كنت نروح روحي ونبقى روحي وحدي. انا راني نهضر لك على الناحيه الثانيه، كونكم رجال باغي تجيبوا حقكم خاطر غير الناحيه الثانيه اللي راها زيرو. ديروها في راسكم هنا مليح بلي غير الناحيه الثانيه اللي راها راكده. مكاش هادي تاعنا واحد قاعد تمشوا فيهم لي ليست وكاع متوشين. نروح نتحدى اي انسان كاع ابار الناحيه الثانيه اللي حابسه. علاش؟ الله اعلم ما فيهاش رجال، الله اعلم ما كاش رجال. خاطر وكا كاين رجال وكان وقفوا على حقهم. معينا نهضروا راس واحد نتفخ، او كل نهار رب العالي راه يفوت راك خاسر، كل شهر يفوت راك خاسر. من هذا المنبر ناحية تانية مناضلين تاع الناحية تانية يا خويا، نسقوا مع بعضاكم، نسقوا مع المنسق الولائي تاعكم، ونتلاقوا في مقارب إن شاء الله في مؤتمر جهوي وين يعينوه، نعينوه بإذن الله اللي يكون يساعد كاع الناس. ما كان لا كنت راني مع هذه لا راني مع هذه. هذه هي لي سوسيال خوتي. انا بلغت الرساله، راني نهضر على الناحيه الثانيه، راني نعاود ناكد نهضر على مناضلين شرفاء تاع الناحيه الثانيه اللي يثقوا فينا ويثقوا في الشخص تاعي. يا خويا مرحبا بكم. انا اعود بلا من كلمه انا، يا ربي ما نشاء وين نوصل. وين نوصل ولكن نبلغ الرسالة تاعي الأعلى الأعلى هرم. كان هنا قاعد ناحية يا خويا روح عند قاعد ناحية، هو يبلغ لي الانشغال تاعي. أنا ما نروحش لاكاس ما نروح لهاش. هذه هي أخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله. وتراقبوا هذه الأيامات لي لايف على التوعية، ما كان لا على ما غير منسوب، لا كان نهاية عقد، لا كان 2002، لا كان 99. دير حسابك على التوعية وعلى الخرجة. أنا نحوس نخرج نجيب حقي، أنا باغي حقي، أنا ما باغي حتى حاجة، أنا أعطيني حقي ونقضي بداري تربح في الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.